متتبعي قناة ياسين الكتروميناجي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وحلقة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا ماكينة الصابون ديال سامسونج 7 كيلو، الموديل ديال الإيكوباب. لا ريفيرونس ديالها هي W70 تي أ 046 أ إكس 1، متوفرة كذلك في الحمولة ديال 8 كيلو. إن شاء الله غادي نشوفوا لي بروغرام ديالها كاملين ونشوفوا لي زوبسيون ديالها وكيفاش نخدموا لي زوبسيون ديال الماكينه مع لي بروغرام ونلونسيو اللافاج ديالنا. الا كنتي اول مره كتبع الفيديوهات ديالي، ما تنساش تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وشجعونا بلي جيم ولي كومونتير ديالكم اللي كيخليونا نقدموا لكم ما هو افضل. حركه بسيطه غادي ديرها هي هذيك الجيم او الكومونتير، كتساعدنا بزاف بالنسبه للاشين ديالنا وكنعرفوا الرضا ديال المتتبعين ديالنا. اذا غادي نشوفوا لي بروغرام ديال ماكينه الصابون ديالنا كاملين، كاين 14 بروغرام كلهم غادي نشرحوهم. هنا عندنا البوطون باش كنشعلوا ماكينه الصابون ديالنا في الاول كيف ما كتشوفوا. البرنامج الاول هو ديال القطن، في ساعه و27 دقيقه ديال الملابس القطنيه. يمكن نديروا فيه لي بينوار، الفاطي الكبار ولا الفاطي الصغار، وكاع الحوايج اللي كيكونوا مصنوعين من القطن. عطينا 40 درجة ديال السخونية، يمكننا نعدلو عليها يا إما نزيدو أو ننقصو، وعطينا فيها جوج شليلات حتى هي يمكننا نزيدو فيها أو ننقصو. بالنسبة للعصير فيها 1400 دورة في الدقيقة حتى هي يمكن لينا نعدلو عليها. هادشي اللي كيعطيوه لينا كيكون باغ ديفو، وحتى بالنسبة للتوقيت كيف ما كتشوفو كيكون توقيت افتراضي على حساب الحمولة ديال الحوايج اللي دايرينها حنايا. عندنا القطن اقتصادي فيه جوج تسوايع و57 دقيقة. شحال واحد غادي يقول كيفاش اقتصادي والتوقيت ديالو كتر من القطن العادي؟ ماكينة الصابون قد ما عطيتيها توقيت طويل كتخليها كتخدم على راحتها وما كتكونسوميش لك بزاف وكتعطيك نتيجة مزيانة، هذه قاعدة معروفة. هذه البرنامج الثالث كاين عندنا السينتيتيك فيه 2 ساعة و25 دقيقة. بالنسبة للملابس الصناعية كاين بروغرام حتى هو ديال اونتي اليرجين، البروغرام هذا كنخدمو مع الحويجات ديال الوليدات الصغار، كتخدم بلا فابور وحتى التشلال ديالها كيكون زايد ولي دوغري ديال السخونيه كيكونوا زايدين. البروغرام الموالي عندنا الغانساج ولي سوغاج، اللي هو الغانساج هو العصير التشلال ولي سوغاج هو العصير. يمكننا نعدلو على عدد الدورات ديال العصير وحتى العدد ديال التشلال يمكننا نعدلو عليه من واحد جوج حتى لخمسه، هذه في حاله مثلا صبرنا شي حاجه بيدينا وبغينا نشلوها ونعصروها. اللي عندنا الفيدونج ولي سوغاج العصير بوحدو والخويان ديال الماء في 14 دقيقة يمكننا نعدلو على العدد الدورات ديال العصير. كاين نيتواياج ديال الطوبوغ في 2 ساعة و23 دقيقة، كنستعملو هاد البروغرام من بعد 61 غسلة باش تنيطواي الماكينة راسها. يمكننا نستعنو بالخل باش يعاود ينظف لينا الماكينة مزيان. البرنامج الموالي فيه 1 ساعة و40 دقيقة هو ليدغا، مخصص غشيان ديال المخاد والمانطات الصغار والكوفرلي. كاين عندنا لي كولور سومبغ في 1 ساعة و25 دقيقة، إلا كنا عازلين الحوايج اللي فيهم لي كولوغ كنديرو ليهم هاد البروغرام هذا في 1 ساعة و25 دقيقة. البرنامج الموالي عندنا برنامج اقتصادي ايكونوميك فيه 2 ساعة و21 دقيقة. كيف ما شفتو كاع لي بروغرام الايكونوميك كيكون فيهم التوقيت زايد، هذا كيبين لينا بلي الماكينة خصك تعطيها التوقيت ديالها باش تعطيك نتيجة مزيانة، وحتى الاقتصاد ديال الطاقة كيكون مزيان. البرنامج الموالي هو لالين ديال الصوفا في 53 دقيقة، كاين الحوايج اللي مصايبين بالصوفا كنستعملو هاد البروغرام هذا. كاين البرنامج الموالي هو الديليكا ديال الملابس الحساسة والخفيفة اللي خايفين عليها، كنكونو خايفين عليها الا تكرفصينا كنديرو هاد البروغرام هذا حتى الدورة ديالو كتكون خفيفة. كاين البرنامج ديال الكوتيديان ديال الملابس ديال الاستعمال اليومي فيه 1 ساعة و6 دقائق، كيكونو متوسطين ديال الاتساخ ديالهم كيكون متوسط، كنديرو ليهم هاد البروغرام هذا. اللي عندنا البرنامج ديال 15 دقيقة هذا الغابيد ديال لي بروغرام، كنديرو فيه شي حاجة خفيفة قليلة وما موسخاش بزاف. شحال من واحد كيدير هاد البروغرام هذا كيقولك غادي نقتصد على الماء وعلى الضوء وكيعمر حوايج مزيان وفي الاخير ما كتعطيش نتيجة وكيقولك الماكينة ما كتصبنش ليا مزيان. هنا غادي نشوفو لي زوبسيون اللي عندنا. لوبسيون الاولى عندنا هي ديال ريغلاج ديال لا تمبيراتور، قد ما زدنا في لا تمبيراتور قد ما كيتزاد التوقيت، يعني كيتزاد التوقيت ديال التسخين ديال الماء.
لوبسيون الثانيه عندنا ديال التشلال، كنختاروا شحال من التشليله. كنختاروا في الاول بروغرام، كنقادوا لا تمبيراتور، نقادوا التشلال، كنختاروا شحال من التشليله اللي كانوا عاطينا تشليله وحده وبغينا نزيدو كنا نزيدو عليها. اللي كنقادوا العصير عندنا من زيرو تور حتى ل 1400 دوره في الدقيقه. اللي كنوصيكم عليها هي 800 و1200 الا كانوا الحوايج كيشدوا الماء، كنديروا ليها 1200. هنا هاد كاين هاد اليد هادي كتكوموندي لينا في هادوك جوج ديال لي زوبسيون الاولين. الاوبسيون الاولى هذيك ديال في كاين هذاك التيشيرت، هذه كنستعملوها الا كانوا الحوايج مسخين بزاف. اما الاوبسيون الثانيه هذيك ديال بخي لافاج ديال الطاقات، غادي نرجعوا لهاد الاوبسيون من بعد. كيف ما كتشوف هذيك ديال الاول اللي فيها التيشيرت، هذيك ديال البقع اللي صعيب تحيدو. اللي عندنا هنا كنديروا هاد الاوبسيون هذه كتاكتيفي لينا النقع بالفقاعات، يعني كدير لك الرغوة ديال الصابون كتكون كتير. كنأكتيفيوها بهداك البوطون الخامس، هي اللي كتأكتيفيها بيه. هي اللي عندنا البوطون اللي من بعد منها هذاك ديال الغوباساج فاسيل، إلا كنا غادي نصلحو الحوايج من بعد كنديرو ليها هاد لوبسيون هادي، كتخرجهم لينا باقيين فاسقين شوية وسخان، وكتحيد ليهم حتى دوك التنيات اللي كيكونوا كتعاوننا على الصلاح ديالهم. اللي البوطون الاخر هذا ديال تأجيل البدء، كنشوفو كنقادو لي بروغرام ديال البروغرام اللي بغينا، كنقادو لي زوبسيون، وبغينا مثلا الماكينه ما تخدم لينا من دابا 7 سوايع، كنأكتيفيو ليها هذيك لوبسيون هذيك، وكنديرو الماكينه بلاي وما كتخدمش لينا ديك الساعه حتى كدوز المده اللي حددنا ليها حنايا. هنا عندنا الفلتر البومبه ديال الماكينه، هذه خاصنا نبقاو نفيريفيوها نشوفو واش حاصله فيها شي حاجه، حيت شي لا تبوشات كتكون خملة، كيكون شي صدفة أو لا شي حاجة ديال الفلوس كنحيدوها من تمايا. إلا تبوشات راه ما غاديش تديماري لينا الماكينة وما غاديش تصبر لينا. هنا عندنا الدرج ديال المسحوق أو لا الليكيد. الدرج الأول هذيك البلاصة الأولى هي ديال الصبين الرئيسي، البلاصة اللي على اليمين كتكون ديال البخيلافاج. خصنا نكونو مأكتيفين هذيك لوبسيون ديال البخيلافاج، كنعمروا هذيك البلاصه حتى هي بالليكيد. اما كيف ما قلت لكم هذيك اللي على اليسار كتكون ديال التصميم الرئيسي، والوسطانيه كتكون ديال المنعم ديال الحوايج. الا بغيتي تحيدها كتحيد هذيك باش كتنيطوايها الى هذه في حالتي الا كنتي كتخدم بالمسحوق، ولكن من الاحسن كنصحكم ما تخدموش بالمسحوق، من الاحسن ما تخدموش به، من الاحسن خدموا بالليكيد كتكون عنده نتيجه مزيانه. ما تخافوش من حتى في الريحه ديالو كتكون احسن من المسحوق، وكيعطينا نتيجه مزيانه في التصميم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم. التفاعل واخا شويه قليل، ما كاينش تفاعل كتير، كنديروا مجهود كبير باش نوصلوا لكم المعلومه، وفي الاخر ما كنلقاوش التفاعل. هادشي شويه كيدير لينا كيفرانينا شويه. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وحدة بالاعجاب ديالكم ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، الى اللقاء.